والله الموسم الماضي كما نقول لك نهني الانصار المولود ديال العاصمه على فوز باللقب، والله كانني فزت معهم باللقب الحمد لله. كنت نتابع كما نقول المقابلات وكنت نتمنى بالفوز، والحمد لله كما نقول لك الفوز تاعهم تاع باللقب الموسم الماضي كان عن جدارة واستحقاق. انت كنت حاب تكون معاهم؟ بيان سور نحب، بصح اللي كنت معاهم فهمني. بيان سور انا مناصر تاع مولود العاصمه، والله كانني كنت مع الفريق. الحمد لله هذا الفريق اللي نتمنى له كل خير، ان شاء الله نطلب من الانصار تاعنا ان شاء الله ما يضغطوش بزاف على الفريق. شفنا في بعض كيما نقولوا في التواصل الاجتماعي شفنا انتقادات كبيره على المدرب وعلى اللاعبين، ان شاء الله نطلب منهم باش يوقفوا مع الفريق هذا. اللاعبين هذو عندهم استحقاقات قديمه، كاس رابطه ابطال افريقيا راهي كيما نقولوا قربت، ان شاء الله ينساو كيما نقولوا هذا ويبقاو يدعموا في الفريق ان شاء الله.